ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا الروينة اللي دارها شخص مخمور في طريق السيار. شخص مخمور يقود سيارة بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس بطريق السيار حد سوالم، وبحسب التفاصيل الواقعة فإن سيارة مجهولة كانت قادمة من مدينة الجديدة في اتجاه مدينة الدار البيضاء وتسير في الاتجاه المعاكس لطريق السيار، خلفت خسائر مادية جسيمة بمنطقة حد سوالم لتتابع طريقها إلى الدار البيضاء، وانقلبت بصاحبها هناك وتسببت في وفاته بعين المكان. هذا وقد تم تداول الفيديو من طرف النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذين أكدوا أنه يوثق من خلاله لهذا السلوك الأرعن والذي كاد أن يتسبب في كارثة.